لازم ابتدي مع حضرتك بقى بالتفصيله دي. فكره ان في زمن يكاد يكون قياسي بتصممي يعني ازياء ل70 راقص وراقصه، اكيد مهمه مش سهله، ودخلتي في تحدي مع الزمن، عملتي الحكايه دي ازاي؟ طبعا الوقت كان قصير، احنا نفذنا اللبس ده تقريبا في 48 ساعة. يعني مش حتى 72. 72 من ساعة ما ابتدينا نتكلم عن الموضوع وعن اوكي الفكرة لحد ما وصلنا احنا هنعمل ايه وابتدينا ننفذ. يعني 48 ساعة. الحمد لله ان انا عندي تيم كبير قادر يعني ان هو يشتغل في الظروف دي وبالسرعة دي، والحمد لله عملناه. وصل اللبس الساحل في الوقت المناسب وقدرنا نعمل بروفا قبل العرض، والحمد لله نال إعجاب الجميع يعني. حقيقة طبعا حضرتك اشتغلتي دراما كتير وسينما كتير، لكن فكرة تصميم أزياء لفرقة استعراضية، وهنا بنتكلم كمان عن فرقة ليها خصوصية شديدة، وبطبيعة الحال ملابسهم اللي هيظهروا بيها في الاستعراض لازم تبقى فيها دلالات معينة وفيها إشارات معينة لأشياء بعينها، برضو هندلت الحتة دي ازاي؟ طبعا احنا كان اهم حاجة ان احنا نحس بالزي الفلسطيني، لان الاغنية هي اغنية مهمة للشعب الفلسطيني، طبعا واغنية بتتلعب في حاجات كتيرة قوي، مناسبات كتيرة قوي تخصهم. فكان مهم ان احنا نلتزم بالزي التقليدي، لما اي حد فلسطيني يتفرج يحس ان دي حاجة طبعا تخص بتاعته بتاعتهم ما طبعا. فيهاش اي تدخل حتى فني مننا. بصينا، رجعنا لكل المراجع وبصينا على الحاجات اللي بيستعملوها، وهو قريب للبدو سينا صحيح إلى اللي حد كبير، عندنا. مظبوط، بالظبط نفس الشغل الهاند ميد اللي هو شغل الإتامين. وكان بس دي سهل ان برضو تركاية، خلي بالك يعني برضو انت لازم تميزي بين يعني الربطات، بالظبط كده. الرابطة، رابطة الراس هي ديت الحاجة اللي بتميز الفروقات ما بين البدو من بلد للتانية. اوكي فهو ده اللي احنا عملناه، رجعنا للمراجع ونفذناه في وقت ضيق. بس الحمد لله عملناها يعني.